أهلا بكم. صعدت القوى السياسية الطائفية في العراق من خطابها الطائفي التقليدي ومحاولة اللعب من جديد بورقة الطائفية بعد تصاعد الغليان الشعبي ضدها واستمرار تظاهرات تشرين، ليقين هذه القوى جميعا التي جاءت بناء على محاصصة طائفية أن نهاية مبدأ المحاصصة والذهاب إلى مبدأ المواطنة سيعني فقدانها مكاسب كثيرة حققتها لها الطائفية والمحاصصة في المرحلة الماضية، وهو ما تجلى في دعوة مقتدى الصدر إلى ترميم ما يسمى البيت الشيعي الطائفي الذي يجمع كل القوى الشيعية الطائفية، وهي الدعوة قابلتها الأحزاب الطائفية والميليشيات بالتأييد والمؤازرة. لكن في المقابل كانت هذه الدعوات الطائفية ومنها دعوة مقتدى الصدر طبعا إلى إحياء البيت الشيعي أو ترميم البيت الشيعي محل استهجان ورفض شعبي، وتعهد بعدم إعطاء أي فرصة لقوى السلطة لإحياء الطائفية التي قبرتها ثورة تشرين. محاولات قوى السلطة بعث الحياة في الطائفية واللعب بورقتها من جديد وترميم بيوتها هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي سنطرح فيها الأسئلة التالية: ما الذي قدمته الطائفية السياسية للعراق وشعبه حتى تتعالى الأصوات الطائفية من جديد لترميم بيوتها الخربة؟ وهل ما زالت قوى العملية السياسية كلها تتعكز على الطائفية بعد 17 سنة من حكمها العراق؟ وهل فعلا مغادرة القوى السياسية الطائفية لمستنقعات الطائفية تعني موات هذه القوى بل قبر نفسها بهذه الخطوة؟ وكيف ساهمت ثورة تشرين وتضحيات شبابها في أفول الطائفية وفضح مثيريها من قوى السلطة وميليشياتها؟ وهل يحتاج العراقيون إلى ترميم البيوت الطائفية أم إلى خطوات عملية تنقذهم من واقعهم المزري والذي صنعته السياسات الطائفية؟ ضيف الطاولة رافع الفلاحي، مازن التميمي، ثامر العلواني. استدعاء مارد الطائفية من قمقمه لينقذ الأحزاب من أزمتها هي طريقة اعتاد عليها أقطاب العملية السياسية في العراق، وصارت الآن ضرورة كبيرة لإنقاذ سفينة الأحزاب والكتل من الغرق بعد أن كسرت شراعها رياح التغيير الشعبية في ثورة تشرين. مقتدى الصدر يدعو إلى ترميم البيت الشيعي وكتابة ميثاق شرف عقائدي وسياسي ملزم للأحزاب الشيعية لمواجهة من وصفهم بالصبيان، في إشارة إلى المتظاهرين الذين انسلخوا عن الطائفية. مقتدى الصدر الذي وقع دعوته هذه باسم الإمامي الاثني عشري كان واضحا أنه يريد ركوب موجة جديدة غير موجة الدولة المدنية التي كان يلمح إليها سابقا عندما حاول أن يجد له ولأنصاره مكانا في التظاهرات يتناسب مع مصالحه لا مع مصالح الشعب العراقي الثائر. ولما ازداد تورط ميليشياته بضرب المعتصمين وشق صفوف المتظاهرين قرر العودة إلى مربعه الأول، ذلك المربع الذي فيه نشأ وعلى قواعده أسس أركان عمله السياسي والعسكري، فكان جزءا لا يتجزأ من منظومة الحكم الطائفي وأحد أدواته الفاعلة. الدعوة إلى ترميم البيت الشيعي هي إقرار حقيقي بأن الحراك الشعبي تسامى على الطائفية وصار خصمها الأول، فجاءت هذه الدعوة لمواجهة الحراك الشعبي الوطني بإعادة إحياء النعرات الطائفية، كما أن هناك رغبة سياسية لاستقبال الانتخابات القادمة بتشكيلات طائفية محضة، أملا في خداع القاعدة الشعبية ودفعها إلى المشاركة في الانتخابات. لكن ما لم يدركه الصدر وشركاؤه أن الشعب العراقي أيقن تماما انتهاء صلاحية هذه الدعوات، وأن طريق خلاصه يجب أن يكون وطنيا خالصا مبنيا على النزاهة والإخلاص بعيدا عن الطوائف والقوميات. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في محاولات قوى السلطة إحياء الطائفية في العراق واللعب بورقتها من جديد. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي،
وسيكون معنا أيضا الكاتب والباحث السياسي الأستاذ مازن التميمي عبر الهاتف من العاصمة البريطانية لندن، ومعنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. نتحول إلى لندن، ضيفنا من هناك أستاذ مازن التميمي. أولا مساء الخير أستاذ مازن. الله أخي العزيز. أنا ما أسمع. أهلا وسهلا، حياك الله. أهلا وسهلا، أهلا أستاذ مازن. أستاذ مازن، كلنا نتذكر ما قال بهاء الأعرجي القيادي في التيار الصدري ونائب رئيس الحكومة في العراق من أنه قوى السلطة التي جاءت بعد عام 2003 جميعا جاءت بلا قاعدة شعبية، بلا رؤية، بلا مشروع، جاءت متعكزة على الطائفية فقط، وأكملت طبعا هذه المسيرة في الطائفية. الآن بعد 17 سنة الآن قوى السلطة الطائفية تدعو إلى ترميم بيوتات طائفية، إلى بعث الخطاب الطائفي. هل تعتقد قوى السلطة أن ما كان صالحا نافعا في 2003 ما زال على حاله الآن طائفيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين. أهلا وسهلا. فيما يتعلق بالسؤال، كلنا نعرف أنه الحكومات الاحتلال المتعاقبة هي أساسا تشكلت وفق التقطيع الطائفي لتنتج محاصصة طائفية عبر كل هذه المرحلة التاريخية اللي فرجها الاحتلال. لا. وبالتالي كل القوى السياسية بما فيها شيعة السلطة أو سنة السلطة يعتقدون أنه اللعب على الطائفية هي الورقة التي ربما تطيل عمر العملية السياسية، لأنهم أساسا هم مؤمنين بالطائفية، وهم أساسا من زرع الطائفية وأراد أن يسوق الطائفية، ويعتبرون الطائفية هي رأس مال العملية السياسية ويحرصون على ديمومتها. لكنهم يعرفون جيدا أنه رغم أنه هذه العملية اللي ولدت من رحم الاحتلال، ولدت وفق يعني الاحتلال صنعها بوشاح طائفي أيضا من خلال شيعة سنة أكراد، ولكن ثبت بما لا يقبل الشك رغم كل الدعم الإيراني لزرع الفتنة واستخدام بعض الشعارات من قبل الميليشيات لتأجيج الوضع وتأليب الشارع ضد مكون ضد آخر من خلال الشعارات اللي طرحت في بداية 2006 و2007 أنه شعار المظلومية وهيهات من الذلة وتوجه المالكي عندما انتفضت الأنبار وصلاح الدين والموصل قال هؤلاء أحفاد يزيد، لكنه نسى وتناسى أن الشعب العراقي هو شعب رافض للطائفية، الشعب العراقي شعب واحد لن ولن يؤمن بالطائفية، وبدليل تشهد له حرب القادسية الثانية عندما قاتل العراق على بكرة أبيه ضد العدوان الفارسي، وكان الدم المسيحي والمسلم والشيعي والسني والصابئي كلها تمتزج دفاعا عن العراق. فبالتالي الشعب العراقي أسقط هذه الورقة التي كانت تتغنى بها ولا تزال تتغنى بها العملية السياسية، ولاحظنا أنه الآن الجنوب والفرات الأوسط وبغداد والمحافظات الغربية كلها حالة واحدة ضد الطائفية، وبل عكس كانت الشعارات تندد على أن ضد الطائفية وضد من يدعم الطائفية من خلال باسم الدين باغون الحرامية، من خلال إيران برة من خلال لا للطائفية نريد وطن. إذن هذا دليل وترجمة فعلية أنه ورقة الطائفية لن تنجح التي استخدمها الأحزاب السياسية الموالية إلى إيران. ولذلك نعم الآن يعتقدون قبل كل انتخابات تعيد نفس الأسطوانة المشروخة على أمل أن يجمعون هذه الأحزاب السياسية اللي هي مرتبطة بإيران لتكون حالة واحدة وتتكاتف للصد وإجهاض هذه الانتفاضة أو هذا الصوت الوطني، وإيران تدفع بهذا الاتجاه. ولذلك إيران دفعت مقتدى الصدر لهذه المرحلة أن يقوم بهذا العمل، وهو من خلال إجهاض هذه الثورة وهذا الصوت الوطني الرافض، إضافة إلى أنه هذه الدعوة ترميم البيت الشيعي. ترميم من؟ نحن نعرف أنه كل بلاء العراق هو من الطغمة الحاكمة المتمثلة بالأحزاب الشيعية الصفوية، ولذلك أنا أعتقد أنه حتى هذه الدعوة ستقابل بحالة رفض شعبي عارم من كل شعبنا، وسوف ولن تجدي نفعا، لأنه العراق عرف اللعبة ويعرف جيدا أنه الطائفية مقبورة ولن تعود إلى العراق ثانية. نعم، أشكرك.
دكتور رافع الفلاحي، ان شاء الله يكون التواصل وياه الان يعني جيد. نعم ان شاء الله. نعم دكتور، القوى العملية السياسية يعني لا تدرك او تعي او تقرأ الواقع انه هذه الطائفية السياسية ما الذي قدمته للعراق من 2003 الى اليوم حتى تعيد احياء الطائفية من جديد، تقدم للشعب العراقي للناس في العراق لهذا الواقع المزري والمنحط، تقدم له مرة ثانية سلعة خريبة متهرئة منبوذة مكروهة من قبل المجتمع وهي الطائفية، والناس جميعا في العراق المجتمع يعرف تماما أن الذي أوصله إلى هذا الواقع المزري الانحطاط على كل المستويات هي قضية الطائفية السياسية. الآن يعاد إحياء هذه الطائفية السياسية، هذه قوى السلطة بهذه الدعوة للطائفية مرة ثانية كمن يطلق النار على نفسه، كمن يحرق ثيابه بنفسه، هل تدرك قوى السلطة هذا الأمر أم هي فعلا منفصلة عن الواقع تماما؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ ماجد ولضيوفك الكرام. الحقيقة أنه هذه القوى التي تحدثت عنها وهي قوى العملية السياسية بأحزابها، هذه يعني لا أقول أنها فاقدة للتفكير والقدرة والإرادة، لكنها مجرد يعني نصفها هكذا ونجملها أكثر، ربما نقول أنها مجرد عناصر في مشروع كبير. هي تم اختيارها كعناصر منفذة، وهذه العناصر التي تقدم وظيفة، عناصر وظيفية في مشروع. من البداية إيران اختارتهم كعناصر وظيفية في مشروع، ليس لهم قرار، ليس لهم إرادة، هم مجموعة من المنفذين، وليس لهم سوى الاتكاء على الطائفية، ليس لهم غيرها، لأن 17 سنة مرت لم يستطيعوا أن يقدموا شيئا. ويعني وهذا ليس يعني البعض قد يتساءل، هم كانوا يستطيعون أن يقدموا شيئا ولم يقدموه، أم أنهم لم يستطيعوا أن يقدموا شيئا؟ لا، كانوا يستطيعون أن يقدموا شيئا، لكن المشروع لا يتحمل أن يقدموا شيئا. هو المشروع هكذا، أن يبقى العراق ضعيفا، ينهار العراق، ينتهي العراق ضعيف، تتحكم به إيران وتتحكم به كل الدول، هذا هو المطلوب. إيران تتمدد وتكون وتعيش أفضل أيام حياتها، أفضل سنواتها، إذا ما كان العراق ضعيفا، والعراق ضعيف ويجب أن يستمر بضعفه. وأمريكا التي جاءت واحتلت العراق أرادت العراق ضعيفا، لذلك توافقت الإرادة الأمريكية والإرادة الإيرانية فيما يحصل في العراق. هذه الأحزاب وظيفتها أن تكون طائفية من البداية، يعني عندما جاء بريمر بهذه وصفته، هذه المسمومة، الوصفة السحرية، هذه وصفة المحاصصة اللي طبقها بمجلس الحكم، شيعة وسنة وكراد، وقسم المجتمع طوليا وعرضيا بهذا الشكل القميء، هذه الأحزاب فرحت، وإيران أيدت هذه القضية وجاء وأيدت ودفعت أحزابها المشاركة بهذه العملية السياسية بهذه الطريقة، وحتى في انتخابات 2005 دفعتها دفعا للمشاركة بها، هذا ما رجانهم. فكان هذا الموضوع، ربما ضيفك تحدث عن، قال إنه السنة والشيعة، أنا أقول شيئا، هذا ليس دفاعا عن السنة. الحزب الإسلامي قال إنه يعني كل الأحزاب الشيعية اللي موجودة تربت في إيران ودفعت بها إيران وهيئتها لهذا اليوم. الحزب الإسلامي أراد أن يقول إنه يمثل السنة، يعني تابع، وهم من البداية قالوا له يعني إحنا متفضلين عليك أن يكون لك مناصب معينة وإدارة معينة، فبالتالي قبل أن يكون جزء من هذه العملية، ذيل لهذه العملية، وقال إنه أمثل السنة، وبالتالي هو لا يمثلهم ولا يمثل أحد. ومع مرور السنوات خسر حتى مواقعه، وكانت العملية تحتاج إلى من يمثل من هو سني، دعني أقول هكذا. فجاء الحلبوسي وغير الحلبوسي وهذه الوجوه التي تحكم، لكنها كلها لا تحكم باسم السنة، مثلما هذه الأحزاب لا تحكم وثبت فعليا لا تحكم باسم الشيعة، بدليل أنه بعد انتفاضة تشرين واجهوا الخزان الشعبي الذي كانوا يقولون نحن نعتمد عليه، واجهوه بالرصاص والقتل بعد أن كانوا يهددونه، بعد أن كانوا يضيعونه ويضللونه بالشعارات الدينية والمذهبية والمظلومية، وصلت إلى الحالة الشعب لم يعد يتحمل، يطالبهم، يخرج بتظاهرات طوال الوقت، يطالب بحياته اليومية. نعم هو لديه عقائد، لديه
تقاليد معينة يقبل بها لفترة معينة، لكنه أيضا يريد الحياة، يريد حياة لأبنائه، يريد مستشفى جيدة، يريد مدرسة جيدة، يريد خدمات، يريد حياة، يريد أمن، يريد كل شيء. هذا غير متوفر. من عندما طالبهم وضغط عليهم لم يكن لديهم إلا أن يواجهوه بالرصاص، فانتهى هذا العقد، سقطت هذه الفرية، لم يعودوا يمثلون الشيعة، لم يعودوا يمثلون هذا الخزان، والخزان انقلب عليهم بشكل كامل جدا جدا. الآن العودة إلى الطائفية بهذه الطريقة هذه ليست عودة سياسية، يعني حضرتك أشرت أنها إحياء للطائفية السياسية، هي موجودة، الطائفية السياسية موجودة ولا تنتهي ولا يجري إحياءها، هي موجودة، لكنهم يريدون إحياء الطائفية المجتمعية، يريدون إحياءها في داخل المجتمع، والمجتمع الآن رفضها، وهو هذا مقتلهم فيها. يعني مهما حاولوا مهما أصروا على ذلك. لذلك أنا عندما أسمع مثلا أقرأ تقريدة لمن يسمى صالح العراق الذي هو يمثل مقتدى الصدر أو قد يكون هو مقتدى الصدر لا أعرف، يقول يا شباب العراق أنتم ملزمون بمناصرتنا. لماذا؟ يقول لأننا يعني إحنا التيار الصدري متمسك بالخطاب الوطني الذي يهدف إلى مصلحة العراق. ما هو الدليل على ذلك؟ دكتور سنأتي يعني إذا سمحت لي سنأتي على دعوة مقتدى الصدر لترميم البيت الشيعي، وأيضا التغريدة الأخيرة اللي كتبها قبل يومين أو يوم أمس. اسمح لي نتحول إلى ضيفنا في عمان دكتور ثامر العلواني. دكتور ثامر العلواني، يعني بعد 17 سنة من حكم العراق وما توافر لكل قوى العامية السياسية من دعم يعني إقليمي ودولي سياسي عسكري مالي دول تحالف دولي ميزانية انفجارية، عادت يعني وكما قال دكتور رافع هي لم تغادر الطائفية السياسية وتريد أن تعكسها على الطائفية المجتمعية. ما الذي منع أن تبلور هذه القوى مشروع وطني، مشروع خدمي يا أخي، تخفف على الناس، تخفف على الناس بدل ما وضع الناس في برك آسنة في حالة الانحطاط والواقع المزري على كل مستويات، والآن يريدون أن يقدموا لهم الطائفية. هل الطائفية هذه المحيات جديدة، يعني من جديد ستقدم لهم شارع، ستقدم لهم مدرسة، ستقدم لهم دواء؟ يعني هذه ليست حاجة الناس. ما الذي منحهم لتقديم شيء، خدمة بأبسط صورها؟ أولا تحية لحضرتك وتحية لضيفيك الكريمين. أهلا وسهلا. حقيقة بعد مرور 17 عاما على احتلال العراق والاستحواذ على السلطة من قبل الأحزاب الطائفية إلى يومنا هذا، الكوارث تترى ولم تتوقف في العراق. معاناة الشعب العراقي مستمرة، كل سنة تمر تكون أسوأ من التي سبقتها. انحدار العراق إلى قعر الهاوية مستمر، لم يتوقف أبدا، إلى أن وصل الشعب العراقي وخيرات العراق أنها منهوبة، وصلت الحكومات ما بعد الاحتلال أنها لا تستطيع أن تؤمن رواتب الموظفين في الدولة بسبب نظام الحكم الذي فرضته أمريكا وإيران على الشعب العراقي. ومعلوم أنه هو نظام المحاصصة الطائفية والعرقية الفاسد، ومع أنه قد ثبت بالتجربة والمنطق والعقل والواقع فشل هذه العملية السياسية وفشل أساليبها في إدارة الدولة وإدارة المؤسسات الدولة، وفشلت ما تسمى بالنخبة السياسية، وحقيقة هي نخبة طائفية وليست سياسية، في طائفية بامتياز يعني في الجانب السلبي، في تطوير نظام شامل للحكم، نظام يراعي المجتمع، نظام تسوده العدالة الاجتماعية، نظام حكم رشيد لا يفرق بين ابن الجنوب وابن بغداد وابن الرمادي وابن أربيل. مع كل هذا الفشل الكبير هؤلاء الطائفيون يصرون بإصرار كبير على تجربة المجرب، تجربة الخطاب الطائفي للاستمرار في الحكم. معلوم أن تجربة المجرب بانتظار نتائج مغايرة هو ضرب من الجنون، هذا ما علمه الشعب العراقي، أن هؤلاء لا يمكن أن يقدموا شيئا للعراقيين لأنهم لا يملكون شيء، هم لا يستطيعون أن يقدموا لأنهم لا يعرفون إلا الخطاب الطائفي. في الحقيقة لو كانت هناك عدالة في العراق وقانون حقيقي لحوكم هؤلاء
من ممن شارك في السلطة منذ احتلال العراق بالخيانة العظمى، ولكن استمرارهم هؤلاء بالسلطة يظهر حجم ضياع العراق واستمرار خرابه ودماره. هؤلاء موجودين في السلطة في الأحزاب، من الأحزاب الطائفية، استحوذوا على ثروات العراق ولا يعرفون طريقة لقيادة البلاد إلا عن طريق التصريحات الطائفية والعمل على ترسيخها في أذهان الشعب العراقي. وهذا بحد ذاته هو فشل ذريع. الشعب العراقي أصبح اليوم واعياً، يعي تماماً هذه الترهات، أن هذه الأساليب الخبيثة لا تنفع ولا يمكن تمكرها على الشعب العراقي. ممكن أنها مرت بفترة من الزمن بعد سقوط النظام السابق، لكن الآن العراق يعي تماماً أن هؤلاء هم خاوو من كل أي معايير، من أي شيء قيم يمكن أن يقدم خدمة للشعب العراقي، ولا يستطيعون إلا من خلال محاولة تمرير التصريحات الطائفية التي أصبحت أساليب مهترئة لا قيمة لها عند الشعب العراقي. نعم أستاذ مازن التميمي، دعوة مقتضى الصدر إلى ترميم البيت الشيعي، إحياء البيت الشيعي، بعثه من جديد، كلام كأنه يوحي أن هذا البيت الشيعي كان غير فاعلا، كان غير نشطا، كان غير موجود. والحقيقة والواقع أن هذا البيت الشيعي هو الذي يتحكم بالعراق منذ عام 2003 إلى اليوم سياسيا واقتصاديا. الأحزاب الشيعية الطائفية هي صاحبة الكلمة الفصل في العراق، وطبعا الميليشيات التي تتبعها. وكأنه هذا البيت وكأنه مقتضى الصدر يريد أن يلقي بالمسؤولية على الآخرين وليس على هذا البيت الشيعي، بينما الواقع يقول والمجتمع يقول أنه من يتحمل مسؤولية هذا الانهيار الكامل بالعراق الحقيقة بالدرجة الأولى الاحتلال الأمريكي، ثم هذا البيت الشيعي الطائفي المدعوم إيرانيا بكل معنى الكلمة. أخي العزيز، مقتدى الصدر منذ الاحتلال ولغاية اللحظة هو أخطر عنوان بالعملية السياسية، يحاول باستمرار أن يتقمص الحالة الوطنية على أنه عابر للطائفية، لكنه أكثر الأحزاب الموجودة بالسلطة طائفية ومدعوم من إيران. والآن المرحلة دفعت إيران أن تعطي لمقتدى الصدر دورا أوسع ومساحة أكثر أن يقوم بإجهاض هذه الانتفاضة وأن يلملم ما يسمى بالبيت الشيعي الصفوي. ولذلك هو يعرف جيدا، يعرف هو ومن معه بالعملية السياسية، أن الطائفية فشلت على المستوى الشعبي، لأن الشعب بأغلبيته المطلقة محصن ضد الفيروس الطائفية، عدا العملاء المتمثلين بمقتدى وبقية الأحزاب المرتبطة بإيران والميليشيات. فبالتالي ترميم الميت يعني هي عملية إفلاس، قمة الإفلاس من مقتدى الصدر. الآن يستنجد بحلفاء وشركاء، دعونا أن نبني أو نرمم هذا البيت، والبيت هو أساسا هش، لأنه الشعب العراقي رافض لهذا البيت كونه زرع الفتنة ودمر العراق ونهب ثروات العراق، وهم من يتحملون المسؤولية التاريخية، لأنهم هم منذ 17 سنة ولغاية الآن هم من يقودون المشهد السياسي العراقي ولم يقدموا للعراق. وإيران حريصة كل الحرص أن تبقى الطائفية بالعراق، لأنها تريد أن تلغي الهوية الوطنية وتحل محلها الهوية الطائفية، وهناك لاعبين أساسيين أن يقومون بهذا الدور، في مقدمتهم مقتدى الصدر والمالكي والبادي وغيرهم، هذه الجوق الكبير الذي تابع إلى إيران، زائدا الميليشيات. ولكن مقتدى الصدر ومن معه يعلم جيدا قوة العملية السياسية ليس لا بالبيت الشيعي ولا بالأحزاب الموجودة بالسلطة، قوتها لأنها محمية أمريكيا وإيرانيا. أما على المستوى الشعبي فليس لديها رصيد، كانوا يراهنون على شيعة الجنوب والفرات الأوسط سنوات طويلة أنه هؤلاء حصتنا وحصة إيران، وإذا بالانتفاضة تنطلق من هذه البيئة لتؤكد على أن الشيعة العرب هم ليس شيعة صفوية وضد إيران، والسنة العرب هم عراقيين ضد المشروع الفارسي والأمريكي. وبالتالي لن ينجح لا مقتدى الصدر ولا من جاء مع الاحتلال في زرع الفتنة. ولذلك هذا هو الخوف الذي رعب مقتدى ورعب ما يسمى بالبيت الشيعي، بأنه حالة الغضب الشعبي العارم ستقضي على هذا البيت وبقية البيوتات التي مرتبطة بالأجنبي. ولذلك يحاول منها، ونعم مقتدى الصدر وهذه الأحزاب كل مرحلة ما قبل الانتخابات
ينطلقون بهذه الدعوات، تعالوا نرمم، تعالوا نتضامن، لأن الحكم إذا خرج من الشيعة سنلاقي حتفنا، سندمر، وهل سوف تستمر؟ ولذلك يحاولون كل انتخابات أن يسوقون هذه الأسطوانة، وتراهم أنه بعد الانتخابات خلافاتهم فقط على الامتيازات، من يأخذ أكثر من الآخر، أما الشعب هو الخاسر. ولذلك أنا أعتقد هذه الأسطوانة المشروخة لن تنطلي على الشعب، والشعب واعي، وأنا أعتقد أنه لا هذا البيت ولا غيره يستطيع أن يقدم شيء للعراقيين غير أنه الشعب العراقي الذي رفع شعار إسقاط هذا النظام وإسقاط العملية السياسية، ولا يستقيم الحل إلا بإسقاط العملية السياسية المخابراتية برمتها وبكل رموزها. أشكرك. نتوقف مشاهدي الكرام عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش مع ضيوفنا في حلقة اليوم عن محاولات قوى السلطة اللعب بورقة الطائفية من جديد عبر الدعوة التي أطلقها مقتدى الصدر لترميم البيت الشيعي الطائفي. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. مشاهدين الكرام، ننوه لحضراتكم أن التردد الجديد لقناة رافدين الفضائية هو 10727، الاستقطاب أفقي على مدار القمر نايلسات، لذا يرجى من متابعين الكرام ضبط أجهزة الاستقبال على التردد الجديد. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، التي تبحث في محاولات قوى السلطة والميليشيات اللعب بورقة الطائفية من جديد والدعوة إلى ترميم البيوت الطائفية في العراق. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والأستاذ مازن التميمي والدكتور ثامر العلواني. دكتور رافع الفلاحي، اليوم مقتدى الصدر كتب على حسابه في تويتر يقول، راح أقتبس مما قال من التغريدة أو البيان: نحن أول من وقف ضد الطائفية، فسارعنا إلى توحيد الصفوف مع سنة العراق، فاتهمنا بأبشع الصفات ضد التشيع مع القاعدة، بعثية وغيرها من الصفات في زمن كان للسنة سياسيون معتدلون كان، واليوم أغلب ساستهم أي السنة بين رافض لمشروع الإصلاح وبين متشدد إلا ما ندر مع شديد الأسف، فهل تريدوننا أن نكون أو نكون كتلة مع سنة بعيدين عن الإصلاح، وأن أصوات معتدليهم قد خفتت ونحن ننتظر أن يعلو صوت الاعتدال بينهم؟ مقتدى الصدر يبرر هذه الدعوة أن شركائه في العملية السياسية من سنة العملية السياسية هم متشددون وهم فاسدون، ليسوا مع مشروع الإصلاح، وكأنه يريد أن يلقي الحقيقة بالتهمة على الآخرين، وأنه مضطر. هذا كلام يعني تراه مقبولا حقيقيا؟ أستاذ ماجد، دعني أعود إلى البدايات، دعني أعود إلى 2003 وما بعدها. ربما يعني هذه الفترة فترة قياسية لقراءة ما وصلنا إليه. نعم. لقراءة كل النماذج. هم يعتقدون أن الذاكرة العراقية مخرومة ولا يمكن أن يبقى فيها شيء، لذلك يتحدثون هذا الحديث. دعني أولا أقول أنه في السياسة الإيرانية الخارجية هناك شيء غريب ربما عند البعض، لكن هو واقعي ودقيق جدا في السياسة الإيرانية. في السياسة الإيرانية الخارجية مهما كانت علاقتها مع سين من الدول، صاد من الدول، مهما كانت علاقتها طيبة وعلاقة تعاون وعلاقة خدمات وعقائديا ودينيا وسياسيا، مهما كانت، لابد لإيران أن تتبنى فصيلا أو جهة معارضة لحتى المشروع التي تأتي به هي. يعني لديها جماعات تعتمد عليهم للمعارضة، فيما لو انقلب هذا الخط الرجعة، فيما لو انقلب الحال، هي لديها من تعتمد عليهم فيما بعد. هذا يقودني إلى الحديث عن المقاومة العراقية في بداية 2003 وما بعدها. عندما انطلقت المقاومة العراقية كانت مقاومة سنية، وهذا ليس حديثا طائفيا، هذا حديث واقعي. يعني لا أحد يقول إنه هذا الحديث طائفي وأنت تتحدث سنة، لا، هذا حديث واقعي. المقاومة كانت سنية، لماذا؟ لأن هناك فتاوى خرجت من مراجع شيعية تقول للشيعة لا تقاوموا، وهم أهل العراق وهم عراقيين، لكنهم لم يقاوموا، التزموا بهذا
بهذا وتضليل كثير. لكن مع ذلك البعض قد يتساءل يقول طيب ما كان مقتدى الصدر يقود المقاومة مثل ما تحدث في هذه التغريدة اللي حدثتنا عنها أنت. نعم. قال أنا كنت من المقاومين واتهموني النبعثي وما أعرف شنو. هذا جزء من هذا الفصيل الذي تتبناه إيران في السر، إنه هذا فصيل مقتدى الصدر معارض لهذه القضية وهو مع المقاومة، وهي كذبة المقاومة يعني لم تستغرق سوى أيام قليلة، وبالتالي باعوا سلاحهم للأمريكان وانتهى الموضوع ودخل العملية السياسية لعبة كانت. لكن في كل الأحوال كانت بهذا الشكل. هذا لا يعني أنه مقتدى الصدر كان خارج يغرد خارج السرب، خارج الإطار الإيراني، خارج هذه كعنصر وظيفي في هذا المشروع الإيراني. لا، هو كان جزء من عنده، لكن وظيفته كانت تستوجب في ذلك الوقت هذا. لكن عندما جاءت عام 2006 وما قبلها وما بعدها شهدنا مقتدى الصدر وجماعة جيش المهدي أخطر فصيل طائفي فعل الطائفية، قتل وحرق وجوامع ومساجد وسحلوا الناس وهتفوا بالطائفية بشكل غريب عجيب، لكن عاد مرة أخرى. دعني أقول أيضا عندما يقول مثلا حاكم الزاملي، الآن سمعت له يعني قبل يومين سمعت له وهو أحد القيادين اللي يعتمد عليهم، ولا أعرف هذه العقول كيف تعتمد على هذه العقول. المهم يقول كل الحكومات في العراق التي جاءت من عام 2003 لحد 2017 نعم. لا توالي العراق والعراقيين إلا حكومة الصدرين التي يريد أن يقول عنها شيئا. طيب هذا الكلام هم قالوه ولم نقوله نحن، هم قالوا، هو يقول كل الحكومات لا توالي العراق ولا العراقيين إلا الحكومة القادمة إذا كانت من الصدرين. طيب ما أنتم عندكم على الأقل في آخر حكومة 54 مقعد نيابي وست وزارات ومسؤولين في كل الدوائر، يعني كيف رضيتم لعد إذا هذا بهذه الحكومات التي لا تولي العراق ولا تولي العراقيين؟ إذن هي حكومات عميلة، حكومات فاسدة مخربة، وهو كان في تظاهراته ينادي فاسدين مخربين مدمرين وهو بالحكومة. هذا الموضوع يريد أن يعمموا الجنون، يريد أن يعمموا اللا منطق، الحقد، الكره، الكذب، التدليس، يجعلوه هو الأساس والمنطق يغيب. على ذكر كذلك كل هؤلاء لماذا نعم. أنتم معهم نعم. لماذا أنتم معهم والآن تتحدثون بخطاب وطني؟ نحن نرعى الوطنية ونحن أكثر الناس وطنية، هذه كذبة الوطنية. دكتور على ذكر أشكرك والله على ذكر اللامنطق في 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 تصريحات مقتدى الصدر. دكتور ثامر العلواني يقول أيضا في نفس التغريدة مقتدى الصدر يقول إننا إن رممنا البيت الشيعي فهو خطوة أولى للذهاب إلى البيوت الأخرى والتعامل معهم بأخوة ومحبة، ولا معنى لأن نتعاون مع الآخرين ولا بيت يعني لنا. الخطوة يبدو الرؤية الجديدة عند مقتدى الصدر أن يرمم البيت الشيعي ويذهب إلى بيوت أخرى طائفية وعرقية وإثنية. ما احنا كنا من 2003 في هذه البيوتات، هذا البيت الشيعي وهذا بيت سني وهذا بيت كردي وتركماني، وانتهينا الى هذا الواقع المزري. يعني هذا الرجل لا ادري اذا كان لديك فهم اخر للتغريدة ممكن والله تنورنا. حقيقة مقتدى الصدر خصوصا بعد مظاهرات تشرين كشف القناع الذي كان يتستر به. مقتدى الصدر خسر كثير من شعبيته على الأرض. عندما نتكلم عن ثورة تشرين فنتكلم عن غالبية عظمى شيعية في هذه الثورة، ثورة تشرين. هذه مقتدى الصدر لم يعرف كيف يتعامل معها، وإنما هو كان في إطار تنفيذ الأوامر التي تأتيه من إيران، أو كان بالخطة التي رسمتها إيران عن طريق قاسم سليماني، ثم بعد أن قتل انتقلت إلى قاآني. فكان مقتدى الصدر يحاول أن ينهي هذه التظاهرات بأي ثمن. الثمن الذي خسره مقتدى الصدر هو أن الشعبية التي كانت تؤيده نوعا ما، مع أنه هذه أصلا الشعبية هي تبينت في الانتخابات السابقة، انتهت تماما. الآن مقتدى الصدر لا يتبعه إلا الميليشيات ومن هم منظمين تنظيم رسمي تحت سرايا السلام أو القبعات الزرقاء أو الموظفين الذين يديرون الوزارات.
هذا باختصار هو ما خسره مقتدى الصدر، ويحاول دغدغة مشاعر الشعب العراقي بأنه لابد أن تعودوا إلى الاصطفاف خلفنا لأننا نحن ممثل الشيعة. والحقيقة مقتدى الصدر خسر حتى الأحزاب الشيعية الأخرى التي هي تشاطره نفس المنهج ونفس الأسلوب. نعم. العراق الآن يحتاج ليس إلى خطاب طائفي وليس إلى بيوتات طائفية كما يقول مقتدى الصدر، وإنما يحتاج إلى أن يستعيد وطنه. الاستفادة من ثروات العراق يحتاج إلى إزالة هذه الأدوات، إلى إزالة التدمير المستمر على مدار 17 سنة اللي هي متمثلة بالمنظومة السياسية الحالية. هذه لابد أن تقلع، لأنه لا يمكن لأي عاقل أن يزرع أرضاً إلا بإزالة الحشائش الضارة النابتة على هذه الأرض وتنظيفها من كل ما يمكن أن يعوق التقدم والنمو. بعد ذلك يمكن أن تكون هذه الأرض صالحة للزراعة، عندها يمكن أن ننتظر نتائج ملموسة. إذا مقتدى الصدر إن كان حقيقة يعي ما يقول فعليه أولا أن يصرح بأنه هو من كان سببا في مدعاة الطائفية، وأن دعوته هذه الطائفية هي خراب ودمار للعراقيين. للعلم فقط أقول إن الشعب العراقي لا يمكن أن يصطف تحت هذه التغريدات أو المنهج الذي يحاول مقتدى الصدر إعادته، وإنما هو ممكن أن يحاول أن يضم إليه بعض الميليشيات المجرمة التي ثبت عليها جرائم إبادة جماعية، هذه يحاول أن يضمها إليه لكي يحاول أن يحصد بعض المقاعد التي يمكن أن من خلالها يستمر في السلطة. نعم. والفساد والسرقة. نعم. أستاذ مازن تميمي، يعني هناك من يقول أن هذه القوى العملية السياسية الطائفية والعرقية لن تغادر، لن تستطيع أن تغادر مستنقعات الطائفية، لأن إن غادرت هذه المستنقعات والبرك فإنها ستموت، لا حياة لها، لا أكسجين لها، وهي كمن يحفر قبره بنفسه. لماذا لا تذهب إلى خطاب، إلى مشروع وطني الآن بعد ثورة تشرين؟ الحقيقة هناك وعي وطني، هناك تناغم وتفاعل وجداني وميداني مع الشعارات الوطنية، الهتافات الوطنية، وهي الآن في أوجها بعد ثورة تشرين. في هذا الأوج تأتي هذه القوى مرة ثانية لتطلق دعوات لإحياء الطائفية، لترميم البيوتات الطائفية. هذه بضاعة لم يعد لها سوق في العراق. هل هي غبية؟ أتقدم بضاعة متهرئة منبوذة مكروهة أمامها أيضا بضاعة وطنية عسى أن تشكل قبول لها من المجتمع الناقم والرافض والكاره لهذه القوى جميعا؟ أخي العزيز، لا يمكن أن تتخلص الطغمة المتمثلة بالمنطقة الخضراء من الطائفية، لأنها أساسا ولدت من الرحم الطائفي، لأنها أساسا بنيت طائفيا، وبالتالي لا يمكن أن تتحول من هذا الخندق الطائفي إلى خندق الوطنية. هي الوطنية مو ثوب، حاول مقتدى الصدر أن يلبس هذا الثوب سنين طويلة لكنه ما قدر، طلع ضيق عليه، لأنه لازم يرجع إلى حقيقته. وبدليل حتى هذا تصريحة ترميم البيت الشيعي، أليس هو اعتراف صريح بالطائفية؟ إذن كيف يدعي الوطنية لمن يقول دعنا نرمم البيت الشيعي؟ إذن هذا هو القصد. خليني أستاذ ماز، اسمح لي، أنا راح أظل أقتبس أنا من التغريدة مالت السيد. يقول أيضا في نفس: إنكم حينما تطالبوننا بكتلة غير طائفية فإنكم تريدون عودتنا إلى المربع الأول، وهذا لن يكون، فما زلنا مستمرين بالإصلاح وتغيير الوجوه ومحاسبة إلى آخره. وطبعا يكمل ونقول: لابد أن تكون الانتخابات المقبلة صدرية محضة حتى نتجنب تكرار أو التجارب السابقة الفاشلة. ممكن والله تعلق، أنا حقيقة لم أفهم هذا. مقتدى الصدر ربما هو غبي ويجيد فن التلاعب ويعتقد الآخرين أغبياء مثله. يعني هي الحكومة الحالية واللي سبقتها أليس حكومة صدرية؟ ألم يكن هو شريك بهذه الحكومات وبثقل غير اعتيادي من حيث البرلمانيين أو من حيث الوزارات؟ ألم يكن هو شريك بكل ما حصل بالعراق
يعني علي من يريد يحكي مقتدى صدر انه يريدها حكومه الاستاذ مازن. حقيقه خليني اقاطعك سامحني، على لسان حاكم الزاملي يقول ما من حكومه تشكلت في العراق من 2003 الى اليوم الا وهناك بصمه صدريه فيها. طيب انا بس اريد ايضا اعكس السؤال، اذا كان يعتقد حاكم الزاملي ومقتدى صدر انه الحكومات التي سبقت هذه الانتخابات التي ستاتي كلها فاسده وفاشله، لماذا لا ينسحب من هذه الحكومات؟ لماذا لم يعلن يجمد او ينسحب اعضاء من البرلمان؟ هو كان صمام الامان لهذه العمليه السياسيه، لانه دائما ينقذ العمليه السياسيه بالتصويت لصالح البيت، ما يسمى بالبيت الشيعي للاحزاب الشيعيه. نسينا مقتدى صدر عندما انتفضت طلعت التظاهرات في 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 اولها في زمن المالكي، وعندما انتفضت الانبار وصلاح الدين والموصل، ماذا قال؟ حتى يمتص غضب الشارع اراد ان يركب الموجه وقال نمهل الحكومه 100 يوم لكي يدفع الشارع أن ينكفئ ولكي يمتد غضب الشارع، وانتهت 100 يوم ولم يقدم شيئا. وعندما جاء العبادي أيضا بقطار الصدر، لأنه هو من دعم العبادي وبعده عادل عبد المهدي، هذا هو ديدن مقتدى الصدر. مثل ما قال أحد ضيوفك، هؤلاء ليس لديهم قرار، القرار بيد إيران. إيران هي من تقود العمل السياسي بالعراق، إيران هي من تقرر، هؤلاء أدوات ودمى إلى إيران. أحسن توصيف لهم موظفين لدى محافظة اسم محافظة تابعة إلى إيران هي العراق. إيران تعتقد العراق محمية وهؤلاء أدوات ينفذون ما تريده إيران. نعم. قبل أيام جاء إسماعيل قانيعي إلى بغداد والتقى بكل الرموز السياسية المتمثلة بالبيت الشيعي، وطلب أن يكون دور مقتدى صدر لإجهاض هذه الثورة وهذه الانتفاضة، وفعلا حاول بالناصرية أن يمارس هذا الدور. ولذلك نعم، إيران ستدفع ربما بوجوه جديدة داخل التيار الصدري أو غير تيار، على أمل أن توحي للآخرين أن هناك عملية تغيير، وهذا هو الاحتياط المضموم اللي تسعى فيه إيران باستمرار. أشكرك أستاذ مازن. دكتور رافع الفلاحي، هناك من يقول أن هذه الدعوة، دعوة مقتدى الصدر طبعا والتي أيدت من قبل كل الأحزاب والميليشيات الطائفية، هناك بيان مشترك لترميم البيت الشيعي والدعوة إلى إحياء الطائفية، الحقيقة عبارة أو هذا البيان أو هذه الدعوة هي تأتي رد على الشعارات الوطنية التي رفعها شباب ثورة تشرين في الساحات والميادين العامة. هذه الدعوة كأنها رد على هذه الثورة بعد الرد بالرصاص الذي قتل أكثر من 730 ألف يعني جريح، هذا رد على ثورة تشرين، هذه الدعوة إلى الطائفية. دكتور رافع يسمعني؟ بدأ يسمعني. دكتور ثامر تحول عمان. دكتور ثامر، ثورة تشرين بلا شك كانت لها مساهمة في الإجهاز على الطائفية السياسية التي أسست عام 2003، وسار عليها كل شركاء العملية السياسية إلى الآن. هل تعتقد أن الدعوة للطائفية هو رد على تظاهرات تشرين وشعاراتها الوطنية الواضحة، مثل ما هو رد بالرصاص والقنص وقنابل الغاز وغيرها والإخفاء والاعتقالات والقتل في الشوارع؟ حقيقة ثورة تشرين تعتبر الأمل المشرق للعراق، لأنها أولا وحدت العراقيين على هدف معين، وهو إسقاط المنظومة السياسية بكل أجزائها وفئاتها وشخوصها. نعم. ثورة تشرين شخصت المشكلة الحقيقية اللي يعاني منها العراق، المتمثلة بالنظام السياسي الطائفي المحاصصي في العراق. ثورة تشرين فضحت كل المتسترين واللي حاولوا أن يخدعوا العراق على مدار السنين الماضية، عندما كشفت هذه الأحزاب وشخوصها عن وجهها القبيح الإجرامي الذي لم يسلم منه لا سني ولا شيعي ولا عربي ولا كردي ولا مسلم ولا نصراني، ولا كل فئات الشعب العراقي نالها من إجرام هؤلاء الكثير. ثورة تشرين قالت للجميع كفاكم دمارا، كفاكم قتلا، كفاكم استهتارا بدمائنا، كفاكم فسادا وتقتيلا. ثورة تشرين قالت المنظومة السياسية وأدواتها لم تستطيعوا أن تفلحوا في أي شيء في العراق،
لا صحة، لا تعليم، لا سياسة، لا اقتصاد، فقط أفلحتم في تدمير العراق وأهدافكم الخاصة الدولية. فإذا عندما تأتي مثل هذه التغريدات ستكون حقيقة مواجهة لهذه المفاهيم، مواجهة لهذه التوجهات. فإذا هي فعلا مثل ما تفضلت، هي تريد أن تلغي هذه المفاهيم، لا تريد أن يكون الشعب واعي موحد خلف راية وهوية واحدة، أن العراق مقدم على كل شيء. لا يريدون أن يتخندق، والشعب العراقي لا يريد أن يتخندق بهويات فرعية تدميرية. ولذلك فعلا جاءت هذه التصريحات مخالفة لنهج ثورة تشرين. نعم دكتور رافع الفلاحي، يعني هذه قوى السلطة مقتدى الصدر والشركاء في العملية السياسية عندما يطالبون يطلقون دعوات ترميم البيت الشيعي، العودة إلى الكتل الطائفية، يقول طبعا كما اقتبست أنه هذه هي البداية أو استمرار للإصلاح، يعتقد الآن من الشعب العراقي الذي يعيش في برك من المستنقعات، لا يجد دواء، لا يجد تعليم، لا يجد رواتب، لا يجد أمن، لا يجد أبسط متطلبات الحياة، أنه مجرد أن يرفع شعار الطائفية ويرمم البيت الشيعي سيحمل على الأكتاف وبقية الشركاء ويهتف له ويغنى له؟ هذا ما يحتاج العراقيون؟ هذا ما يحتاجه طائفية من جديد؟ هناك مشكلة بالصوت. خلص يسامحنا دكتور رافع، وهذه الدقائق المتبقية نحيلها إلى ضيفنا من لندن الأستاذ مازن التميمي. أستاذ مازن، الناس في العراق تريد الطائفية أم تريد حبة لوجع الرأس؟ تريد مدرسة، تريد يعني رصيف، شارع مقتدى الصدر يعني يتوقع أنه سيحمل على الأكتاف عندما يطلق دعوات لترميم البيت الطائفي الذي جر كل هذا الخراب على البلد خلال 17 سنة؟ سيدي الفاضل، ثورة تشرين أفرزت الخنادق، أي الشارع العراقي الآن أفرز، هناك خندقين لا ثالث لهم، خندق العملية السياسية المخابراتية الطائفية ومن مرتبط بها، وخندق الثورة الرافض لهذه العملية السياسية. أنت لاحظ أنه الرد العملي كان من شعبنا عندما انطلق مقتدى الصدر وغيره بهذه الشعارات الطائفية أو البيت الشيعي مثل ما يسمي، فهذا كان شعار الثورة، نريد وطن. نعم. أي بمعنى يريد لأنه الوطن مخطوف من قبل إيران وعملاء إيران، ولذلك الشعب العراقي الآن ولن يقبل إلا بإسقاط النظام السياسي والعملية السياسية، لأنها هي سبب دمار العراق، هي سبب ذبح العراق، هي نهبت ثروات العراق، هي من سلم العراق للأجنبي، أن تجعل إيران من يتحكم بمصير العراق. فبالتالي لا مقتدى الصدر ولا من هم بالعملية السياسية مهما كانت توجهاتهم ومهما ما حاولوا أن يلعبوا يتلاعبون بالألفاظ، فهم مرفوضين شعبيا وسقطوا ولا شرعية لهم. ولذلك حتى الانتخابات الأخيرة كم عدد الناس الذين ذهبوا إلى فنادق الاقتراع؟ ما يتجاوز 17%. نعم. 83% من الشعب العراقي قاطع الانتخابات، أراد أن يوصل رسالة للعالم أنه هؤلاء لا يمثلون الشعب العراقي، هؤلاء لا يمثلون أي صوت عراقي، وإنما يمثلون أجندة خارجية. وبالتالي مقتدى الصدر لقد سقط مرتين وثلاث وأكثر، والآن أصبح اللعب على المكشوف، بعد لا يستطيع أن يتقمص دور الوطنية لأنه أصبح مكشوفا بالشعب العراقي وحتى مكشوفا من قبل ما بعض جماهيره. ولذلك أنا أعتقد الانتفاضة هي التي فرضت واقعا جديد على العالم أن يتعامل معه إذا كان يفكر بضرورة الاستقرار ولا استقرار بالعراق بوجود هذه العملية السياسية وهذه الميليشيات المرتبطة بإيران. دكتور رافع الفلاحي، إذا كان الصوت ويا أصبح جيد، ثورة تشرين كانت لها مساهمة في أفول الطائفية، في إبعاد الطائفية عن المجتمع، هل هذه الدعوات لإحياء الطائفية تأتي رد على شعارات ثورة تشرين الوطنية برأيك؟ بالتأكيد مقتدى الصدر، يعني احنا دعني اقول لك بشكل سريع انه كل قوى العمليه السياسيه ليس هناك مكان في حساباتهم للشعب، الشعب خارج كل حساباتهم، الشعب لديهم البندقيه ولديهم القتل والاغتيالات والسجون، يذهبون بالشعب كله الى السجون والقتل والمقابر، هذا قرارهم وهذا ايران موافقه عليه. البقاء
للعملية السياسية، هم يريدون بقاء العملية السياسية، فالعملية السياسية إذا ما بقيت عليهم أن يجعلوا هناك زعيما ليس لديهم سوى مقتدى الصدر. مقتدى الصدر أدرك أن ثورة تشرين قد سحبت البساط من تحت قدميه، وأن ما حصل في الناصرية وما حصل في ساعة التحرير قبلها قد بيّن أنه لا يمكن أن يركب الموج ولا يمكن أن يحكم في الشارع. لذلك ذهب إلى ما يسمى بيت الشيعي. بيت الشيعي يعرف أنه ضعيف، يعرف أنه سهل قيادته، الآن يقول لهم يختاروا زعيم ويقدمونه على الجميع لكي يحكم باسمهم. هم لا يهمهم الشعب العراقي، والشعب العراقي يجب أن يدرك هذه الحقيقة. يعني دائما ما نقول إحنا ألا يريدون أن يخدموا الشعب كي يخدمهم، لا يهمهم الشعب العراقي. لديهم قرار، هناك مقابر وهناك سجون، يبدو أيضا مشكلة بالصوت. أنا أعتذر من عندك، والحقيقة أيضا الوقت انتهى ولم يتبقى لنا في ختام هذه الحلقة إلا أن نشكر ضيوفها، وهم كل من الدكتور رافع الفلاح الكاتب والباحث السياسي والأستاذ مازن التميمي الكاتب والباحث السياسي، كان معنا من العاصمة البريطانية لندن عبر الهاتف. وأيضا نشكر الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، كان معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان. أشكركم مشاهدينا الكرام، وإلى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.